إذاعة طنجة، إذاعة الأصوات التي ستظل في الذاكرة. إذاعة المملكة المغربية من طنجة. مذكرات رحلة الذكريات في مشوار الفنان المبدع عبد القادر مطاع. إعداد وتقديم حميد النقراشي. تنسيق وديب الرحمون. في الحلقة الماضية تطرق الفنان عبد القادر مطاع لظروف الحرب العالمية ووقوف جلالة المغفور له محمد الخامس إلى جانب المنكوبين. كذلك تحدث عن احتفالات شباب وساكنة الدار البيضاء بعيد العرش والتنديد بالسلطات الاستعمارية، واسترجع مطاع ظروف ولادته وكيف أنه عاش بين والديه الحقيقيين ووالديه بالتبني. التفاصيل نكتشفها في حلقة. كان كل شيء ذاك الوقت بالبون، الزيت بالبون، التوب بالبون، الدقيق، أي جميع المواد الأولية المهمة في الحياة كانت قطعتها بالبون، لأن الحرب هذه وكل شيء كان فيها مقنن. فهذاك شوية الحليب اللي كانت تأخذ ليا أو للأسرة مع الشيء اليسير اللي هو كيشيط على الجيران، حنا باقيين كنزال كندوي على الجورة، فكنت كتربيني بيه وكتعطيه ليا، وهكذا ترعرعت وكبرت يعني بواحد المجهود باش كبرت. المهم ملي كبرت عند هاد السيدة، كان الوالد ديالي هذيك الساعة كيشتغل في واحد المعمل ديال الورق المقوى، ديال المعمل سميتو لو كارتون. وقعدت شي مناوشات في المعمل، كان على يطرا طرد الاب ديالي بالتبني من المعمل من الشغل ودخل البطالة ولا عاطل على العمل. مما زاد في الطين بلا الحرب وعدم الشغل والمدخول ما كاينش، معناه هذا الأسرة كانت كترزح تحت خط الفقر. ناضت الوالدة عندي كتقلب على شغل، أي شغل، لقات واحد الخدمة ديال طباخة أو يعني مرأة ديال الميناج ديال الشغل ديال المنزل عند واحد البارونة فرنسية فأرقى الأحياء في الدار البيضاء اللي هو معروف بحي أنفا. مشات كتشتغل عند هاد البارونة هذه، بارونة يعني مرأة برجوازية أرستقراطية يجري فيها الدم الأزرق، أرستقراطية من العائلات الكبار ديال فرنسا. اشتغلت الوالدة وهكا كان كبر، كان الوقت راني عندي شي 10 سنوات أو 7 سنوات، ما كانش يمكن لي نقرأ، التعليم الحر كان بالفلوس. كان الوالدة عندي ملي ما لقاتها خدمة ولا كيمشي يجيب خطيرة وكيبيعها، كيفرش في الزنقة وكيبيعها في زنقة، ومرة مرة كيديرني حداه كيعطيني شي شوية. أنا كنبيع حداه الربيطة ديال القزبر ديال المعدنوس، وبالخصوص في الأيام رمضان كنت كنبيع كذلك معها الحمص مفزق. وهكذا كنا يعني كنصوروا دوك الريالات في هذاك الوقت. الوالدة كتشتغل، ملي كتشتغل عند البارونة بطبيعة الحال مرأة برجوازية كتاكل غير الطيب الأطايب ديال الأكل، فكان لي أول مرة في حياتي كنعرف أشنا هو لينغاس. أول مرة في حياتي كنعرفه، جابتو لي واحد المرة كليتو مع داك المال اللي فيه، وهذا كيبان لي كتبان لي تمرة من أروع ما يكون. هذاك الوقت كانت الوالدة دخلتني لواحد المسيد عند واحد الفقيه باش نقرا قرآن. دخلت المسيد تعلمت شوية الحروف، تعلمت شوية قراءة القرآن، وكانت في رجوعها إلى منزل جويتك مساء كانت كتدوز عندي المسيد باش تعطيني ديك البركة اللي جايبة لي من شوية تفاح شوية بلان شوية دينغاز. وكان الفقيه اللي كان كيشوف داك الخير جاني كياكلوا لي، لأن حتى هو كيجي فترة كانت صعيبة حين ذاك الجديد وظروف كيقول لي هذاك الشيء. ويعني أنا بالنسبة لي أنا كان كيعجبني ياكلوا لي أنا باش نخاف عليا ما يضربنيش ما يكرفسنيش. دازت سنين وجاء واحد النهار اللي طارت تائرة الدار البيضاء بل المغاربة كلهم. جاء واحد النهار اللي امتدت يد العدوان إلى رمز البلاد محمد الخامس، وسمعنا
على أن ملك البلاد دوه المنفى، يعني الناس أصيبت بالدهول وكان مع عيد الأضحى، يعني ما كاين لا ذبيح والكباش لا والو، ما كاين شيء من هذا الهضره، العيد ما بقاش، الناس أصيبت بالدهول، أصيبت بالخيبة الأمل، وتمست في كرامتها، وتمست في واحد الحاجة مقدسة، واحد رمز ديال البلاد يتمس. هذا كان عندنا بالنسبة لي أنا وبالنسبة للجيران والإخوان شيء لا يعقل. فتارت تائرة الناس، ها اللي كيبكي، ها اللي كيتشكى، اللي كيقول اللهم إن هذا منكر، اللي كيقول حسبي الله ونعم الوكيل. إوا سيدي وقع الواقع. من بعدها ناضت في الدار البيضاء، ناضت الحركة الوطنية، ناضوا الفدائيين، بدات المناوشات، بدا هذا يطيح هنا، هذا يتقتل هنا، هذا يتضرب، هذه العملية تعملت هذا كذا كذا. حنا هذيك الساعة شباب صوابق يافعين، كان دورنا في هذه العملية ديال المقاومة، دورنا هو نمحيو الأرقام ديال العناوين ديال الديور ديال الزنقي، ونزعوا البلايك ديال أسماء الزنقي والشوارع. نعم. حتى إذا هرب شي واحد من الفدائيين ودخل شي محل ما تعرفش العنوان دياله. إلى اللقاء سيداتي سادتي، مع ورقة جديدة من مذكرات الفنان عبد القادر مذكرات رحلة الذكريات في مشوار الفنان المبدع عبد القادر مطاع. إعداد وتقديم حميد النقراشي، تنسيق وديع بن رحمون.